ليلى جندول، إشاعة ولا مش إشاعة، كنت قريبة برشا من تقديم برنامج مهم في واحدة من القنوات التونسية الأكثر مشاهدة. صحيح. صحيح ومش إشاعة. لا مش إشاعة. علاش ما صارش العقد؟ ما نحبش نحكي في تفاصيله هذا. ما لا تختار تقولي شكون اللي دخل باش العقد ما يصير. هاوش نحكي لكن من غير أسامي. ما غير احنا أسامي. في تونس تبارك الله علينا نقول حاجه تو نلقى غدوة الكل معاك الكل نلقى كلام غير موجود. الويكاند ليلى شندول. انا جاني برنامج في تونس وعنده مده يعني في قناه عاد كان باش نقول القناه سي نقولوا القناه لا من غير ما نقولوا باش تعرف. لا علينا انا والله شو انا نقول لك حاجه، انا ديما بعيده عن القصص هذيا وعلى الحكايه هذيا وديما كي تصير حكايه اتعهد بان اكون صريحه وجريئه. انت تعود لي في أيوة. اما من غير اسامي عندك الحق نعفيك مره من سؤال. امان بالحق والله العظيم يعني ما نحبش الاسامي انا نحكي لك والله العظيم. لا انا نقول لك أي انت ايش قلت. اما كيف نوصل نقول اسم موضوع باش يولي فيه احكي لي الحكايه به. كان برنامج تو نجيو هالقناه من بعد كان برنامج في قناه عندها نسبه مشاهده عاليه اكيد ثم شو هو اول حاجه انا ما يساعدنيش مانيش باش النجم وقتها خاطر انا نصور فهمتني. رفضت قلت لهم للاسف انا قاعده نصور هنا وما نجمش نهبط نعمل برنامج اللي هو فيه كرونيكلز. يعني انا علاش بالعكس انا كان جيت بديت من تونس وترى شنو نقول لك اي لكن انا عديت المرحله هذيا. انا ما بديتش من تونس انا بديت من مصر وبديت يعني اوكي احنا بديت ثلاثه ومن بعد برامجي الاخرين كل وحدي. حبوك تكون كرونيكلز في برنامج اي فهمتني. انا رفضت على خاطر صديقه فهمتني ما نجمش يعني انسانة عزيزة عليا نجي انا نهبط وناخذ بلاصتها فهمتني. اول حاجة رفضت خاطر انا برنامجي وثاني حاجة رفضت على خاطر هاي وهذا هو كل الموضوع. انت تعرف ايش نعمل؟ شنو باش تعمل؟ قاعد نثني لك في ورقة بيضة باش نعطيك الورقة البيضة وستيلو تكتب لي اسم البرنامج ليه ولا اسم الصديقة اللي ما تحبش تعود هاو بحذيك ليه والله العظيم مانيش باش نكتب موضوع مستحيل ما نحكيوش لحتى حد باه نعديه عديها هذي على خاطر استعمل جوكير هوني عندك الحق في الجوكير نعفيك من هذا سي نعفي الجوكير تقول اعفيني من السؤال اعفيتك من السؤال. الخبر اللي بعده إشاعة ولا مش إشاعة ليلى شندول تعرضت للتحرش في يوم من الايام. التحرش؟ لا ما تعرضتش للتحرش. إشاعة؟ إشاعة. اوكي لا ما تحرش لا ما فيش شو فيك تغزر لي هكا حسستني تركب لي الموضوع والله ما فما لا إشاعة اي تبزنيسي بزنسوا علي هي ما تحرش لا ثم فرق بين التبزنيس ثم فرق بين التحرش. وقتاش يصير النقلة بين تبزنيس والتحرش؟ ليه تبزني كأي طفلة يعني عادي انه حد يبزنس عليها يعني فهمت كل بنات الكل فهمت اما مش تفهميش تحرش بيه.